سوري بابا ولا ما بعيده. والله انا مش فاهم يعني، انا مش داخل دماغي. تطلعوا تتمشوا في الشارع اللي جنب المدرسه ليه؟ ما تتمشوا في المدرسه. انت بتكذبي؟ لا بتعرف انا ما بكذب، بس كنت بدنا نحكي بعيد عن العالم بالمدرسه، وبتعرف انت ما بتخليني افل من البيت. ما تتكلموا هنا، تكلموا في اي حته هنا، ما حدش هنا. اوقفوا هنا اتكلموا، فيها ايه؟ لا في فرق بالمدرسه وانت هيدي مش كاجوال. We have feelings for each other. ايه؟ في فيلينجز ايه يا حبيبي؟ انتوا صغيرين، مفيش الكلام ده، لسه بدري على الكلام ده. ما نص البنات بيصفي عندهم بوي فريند. اسمه فريند. ليه ما في حب؟ نادين يا بابا يا حبيبتي، فيك تحبي بس لما تكونوا كبار، لما عشان الكبار لما يحبوا بعض لازم يوصلوا لحاجه جد، حاجه يتجوزوا، انما في سن صغير زي كده ده اسمه لعب، وانا خايف عليكي. لا هذا مش لعب، جوبي عطيني سبورت. والله ازاي بقى؟ لانه اخذني لاشوف ماما واحكي معها، ولانه انت ما بتخليني. انت تعبتي؟ انت كان انت تنزلي بيروت لوحدك ازاي؟ انت فاهمه كان ممكن يحصل ايه؟ يعني انا عمري ما وديت ايدي عليك، لكن نفسي تطشك بالقلم. لا 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 لا، مش هعمل كده. ماسك. نادين حبيبتي ما ينفعش تنزلي مشوار زي كده، خطر. ما ينفعش، حتى جو اهله لو عرفوا في الموضوع مش هيكونوا مبسوطين. انا والله ما عندي مشكله انه يكون عندك صديق يفهمك ويتعامل ويستوعب كل حاجه، بس مش يعرضك للخطر. بكفي تسميها صداقه، هيدي منا صداقه، نحن منا صغار. لا انتوا صغار، انتوا صغار، وحتى لو كبار مش هينفع تتجوزوا عشان هو. شو؟ لانه هو مسيحي، مش هيك معصب؟ مش كأنه مام كانت مسيحية، شو الفرق؟ ما فهمت. في فرق. لأني بنت؟ آه. بكفي.